الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أسباب المغفرة في هذه العشر المباركة التي ينبغي المسلم أن يحرص على أن يحرص عليها مجالس العلم، فإن مجالس العلم من أعظم الطاعات وأجل القربات التي فيها رفعة الدرجات وحط الخطيئات ومغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم لنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في الحديث الآخر قيل لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم بدلت سيئاتكم حسنات. لذلك من أجل الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة هذه المجالس، والمسلم عليه أن يستكثر من الطاعات والقربات في هذه العشر المباركات لعلها توافق قبولا من الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. يكبر أربع تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يقرأ ثم يكبر الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأفضل أن يتممه بقوله: كما صليت على إبراهيم، إلى قوله: إنك حميد مجيد. ولا يقول ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الحديث إن شاء الله تعالى. ثم يكبر الرابعة ويدعو، ومن أحسنه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والمختار أنه يطول الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. قال: وما الأدعية المأثورة بعد تكبيرة الثالثة منها. ثم ذكر الأحاديث. هنا المصنف رحمه الله تعالى، وهذا قليل في كتاب رياض الصالحين، أنه يذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بالأبواب، ومنها هذا الباب، فقد ذكر جملة من الأحكام. فقال: أولاً يكبر أربع تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى، ثم يقرأ فاتحة الكتاب. فهنا يختار المصنف رحمه الله تعالى أن صلاة الجنازة تكون أربع تكبيرات، ويختار بعض العلم أكثر من ذلك، خمس إلى ست بما ورد، ولكن الذي عليه العمل عليه عمل الناس أنها أربع تكبيرات. فيكبر أربع تكبيرات يتعوذ بعد الأولى. يتعوذ لأنه سيقرأ القرآن، فيتعوذ ويبسمل، ثم يقرأ فاتحة الكتاب. وكل ما يكون في صلاة الجنازة فهو من أركانها، سواء كان قراءة الفاتحة أو الصلاة على النبي أو الدعاء، فهي من الأركان، لا تصح صلاة الجنازة إلا بها. قال: ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد. والأفضل يتممه يعني بالصلاة الإبراهيمية، فيتمم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية المعروفة بصياغها الواردة، أيا كانت الصيغة الواردة، وصيغ الصلاة الإبراهيمية كثيرة، إلى أربع إلى خمس صيغ جاءت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيها اختار لا بأس بذلك. قال: ثم قال: والأفضل وأن يتممه بقولك: ما صليت على إبراهيم، لقول: إنك حميد مجيد. ولا يفعله ولا يفعل كما يفعله كثير من العوام، يقرأ الآية وهي: إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال: فإنه لا يجزئ. لماذا لا تجزئ؟ لأنه لم يصلي على النبي، لأن الآية ليس فيها أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها خبر: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هنا أنت لم تصلي الآن، أنت أخبرت في هذه الآية أن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم الأمر أين الصلاة على النبي؟ ما صليت على النبي، فلا تصح منك صلاة الجنازة بهذه الطريقة. ف
فنبه على هذه المسألة، ولعل هذه كانت يعني واقعة عنده كثيرا يعني في زمانه أنهم كانوا يفعلون ذلك، فنبه عليها رحمه الله تعالى. والمجزئ في الصلاة على النبي سواء في الصلاة الصلاة المفروضة أو النافلة أو صلاة الجنازة، المجزئ أن تقول اللهم صل على محمد، فإن هذا يجزئ. فلو قلت اللهم صل على محمد أجزأك، ولكن الأفضل والأتم والأكمل أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنذكر مسألة متعلقة بهذا بعد قليل إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الحديث، وذكر أحاديث كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة. قال: ثم يكبر الرابعة ويدعو، ومن أحسنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده إلى آخره. والمختار والذي عليه العمل عندنا أنه بعد الرابعة يسلم ولا يقول شيئا، ولكن هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله وهو قول عند أهل العلم. هنا مسألة متعلقة بمسألة صلاة الجنازة، خاصة إذا كانت صلاة الجنازة يعني قد فاتت منها تكبيرات أو خشي أن ترفع الجنازة، فإنه يأتي بأدنى الكمال أو بأدنى الواجب، يأتي بأدنى الواجب في صلاة الجنازة. فمثلا يقرأ أولا الفاتحة، ثم بعد ذلك يأتي أدنى الواجب في التكبيرة الثانية وهي الصلاة على النبي فيقول اللهم صل على محمد، وفي الثالثة يأتي بأدنى الواجب من الدعاء ويقول اللهم اغفر له وارحمه، ثم يكبر الرابعة ويسلم. هذه تقع، قد يأتي والإمام قد كبر التكبيرة الثالثة والرابعة، فمثل هذه الحالة يفعل هذه الطريقة حتى لا ترفع الجنازة من الأرض، لأن بعض العلماء يقول إذا رفعت الجنازة من الأرض فإنها لا تصح صلاة الجنازة. فمثل هذه الحال يأتي بأدنى الواجب فيكبر، يعني يقضي ما فاته من التكبير ويأتي بأدنى الواجب اللهم صل على محمد اللهم اغفر له، ثم يكبر الرابعة ويسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.